الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. جدات الفيلة وسر آخر من أسرار الطبيعة. يصل عمر الفيلة إلى 80 عاما وتعيش في مجموعات أسرية تضم أجيالا عديدة من الإناث وصغارها، ولكن على عكس ما قد يعتقد البعض تزداد نسبة وفيات الفيلة في حدائق الحيوان عما هي عليه في الحياة البرية، إذ تبلغ نسبة وفيات الصغار في عامهم الأول 50%، كما تشيع المشكلات المرتبطة بالإنجاب. وإذا ما علمنا أن عدد الفيلة الآسيوية قد انخفض إلى النصف، وأنه لا يوجد سوى ما يقارب 38,500 إلى 52,500 فيل فقط في الحياة البرية، فربما ساعد هذا في إلقاء الضوء على الحاجة إلى منع الصيد الجائر، وخاصة ذاك الذي يستهدف الإناث الضخمة كبيرة السن لما لها من دور بالغ الأهمية في حياة مجتمعات الفيلة. وقبل أن نتعرف إلى دورها، دعونا نقرأ الحقائق التالية عن الفيلة. الفيلة أضخم الحيوانات الثدية البرية، وأشهر أنواعها الفيل الإفريقي والفيل الآسيوي الذي يصغر الأول طولا ووزنا، إذ يبلغ طوله 8 إلى 10 أقدام، أي ما يقارب 2.5 إلى 3 أمتار، في حين يصل وزنه إلى 3 إلى 5 أطنان. يعيش الفيل حياة اجتماعية بين الأبوين والإخوة، ورغم حجمه الضخم فهو يتمتع بحس مرهف وحب للأسرة واحترام لكبار السن منهم، ولعل هذا هو السبب الذي يجعل وجود الجدات في عائلة الفيلة مهما في زيادة فرص نجاة الصغار وتقليل المدة الفاصلة بين حملين، في ظاهرة تذكرنا بدور الجدات في المجتمعات البشرية أيضا. فقد جرت العادة أن تلازم الجدة ابنتها في الفترة التي تلي ولادتها للاعتناء بها وبمولودها. في الحقيقة هذا ما توصل إليه فريق بحثي من جامعة توركو في فنلندا، فما هي التفاصيل؟ وجد الباحثون عند دراستهم هذه الظاهرة بين فيلة ماينمار إحدى دول جنوب شرق آسيا أن نسبة الوفيات بين الدغافل لأمهات تحت 20 عاما كانت أقل ب8 مرات عند وجود الجدات في الموقع نفسه، وذلك مقارنة مع الدغافل التي عاشت دون جداتها. ولكن لماذا هذا الفرق الواضح في نسبة الوفيات؟ وما الذي يضيفه وجود الجدات؟ في الحقيقة يمكن أن نعزو أهمية هذا الدور إلى سببين. أولهما تخفيض الفترة بين الولادات بمقدار 1 سنة، والمحصلة أن عددا أكبر من الأحفاد سيولد وجداتهن على قيد الحياة. ومن الجدير بالذكر هنا أن الجدات اللواتي لديهن صغار كن مع الجدات اللواتي توقفن عن التكاثر على الدرجة نفسها من الأهمية بالنسبة لأحفادهن. أما ثانيهما فهو دور الجدات المتعلق بالصحة الإنجابية لبناتهن اللواتي لم يكتسبن خبرة في رعاية الصغار بعد. في المقابل يمكن للفيلة الإناث ممن لديهن الخبرة الكافية للاستغناء عن مساعدة أمهاتهن. لاحظ فريق البحث أيضا أنه كلما زاد عدد الصغار الذين ربتهم الجدة قبل ولادة حفيدها الدغفل الجديد ازدادت فرص نجاة هذا الأخ. ما فائدة ما توصل إليه البحث؟ تكمن أهمية نتائج البحث في إظهار الدور الجوهري الذي تؤديه الجدات ذوات الخبرة في رعاية الصغار للحفاظ على أفراد هذا النوع المهدد بالانقراض، لا سيما في حدائق الحيوان حيث تكون المجموعات متعددة الأجيال نادرة. فإذا ما وضعت الجدات مع أحفادهن سيشكل ذلك عاملا مهما في زيادة فرص البقاء على قيد الحياة وزيادة معدل المواليد الإناث في حدائق الحيوان. ولكن إلى أي مدى يعبأ الإنسان بذلك؟ للأسف يستمر الصيد الجائر للفيلة بهدف الحصول على أنيابها العاجية، يصل وزنها حتى 45 كيلوغرام وطولها إلى 2.4 متر، رافعا خطر انقراضها عاما بعد عام. وطالما أن الفيلة الإفريقية تمتلك أنيابا على عكس الفيلة الآسيوية التي تمتلك ذكورها أنيابا صغيرة في حين لا تمتلك إناثها أنيابا، يقتل أكثر من 30,000 فيل سنويا طمعا في العاج لتلبية الحاجة إليه في آسيا، حيث يباع الكيلوغرام الواحد من العاج ب$2,100. وفي النهاية نتساءل إن كان هناك ما يردع البشر عن أذية الطبيعة والحياة البرية، متفائلين بما في قلب بعض البشر من رحمة، وخاصة بعد خبر نشر مؤخرا يفيد بتلقي الفيلة موشا التي فقدت ساقها الأمامية اليمنى إثر انفجار لغم أرضي طرفا اصطناعيا في حادثة هي الأولى من نوعها لكائن من جنسها. ختاما
نترككم مع هذه المقالات التي يصف أولها شكل كل عضو من أعضاء الفيل ويوضح وظيفته، بينما ينقلكم الثاني إلى عالم الفيلة الذي يفيض بالمشاعر. أما آخرها يتحدث عن الطريقة التي تحمي بها الفيلة نفسها من السرطان.